يسر تلفزيون المملكة العربية السعودية أن يعلن عن موعد قبول جوائز مسابقة القرآن الكريم لشهر رمضان المبارك ومسابقة الأطفال لعام 1405 هجرية. بين الماضي والحاضر يأتي التلفزيون السعودي متوشحا بذكرياته القديمة، حيث يعتبر أحد أهم قطاعات هيئة الإذاعة والتلفزيون، والتي خصص لها جناحا خاصا بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية. طبعا هذه المشاركة الثالثة لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الجنادرية من خلال المعرض. طبعا هذا المعرض يضم الأجهزة القديمة للتلفزيون، نتكلم كيف كانوا يتعاملون مع الأجهزة هذه الموظفين القديمة الفنيين، نعرض برضو بعض القنوات ومعلومات على القنوات كتاريخ تأسيسها، تردداتها. عندنا منوعات للبرامج القديمة كبرامج الدينية، برامج الرياضية، كلمات الملوك. نقدم أيضا للزوار هدايا، ولدينا قسم لتجربة المذيع. إفادة أيضا الزوار القادمين إلينا سواء الطلاب أو المهتمين بالقسم الإعلامي أو من الجمهور عامة، وفسح لهم المجال في التقديم الإذاعي عن طريق أجهزة الكروما اللي تم وضعنا هنا، الاستوديو المتنقل اللي تم وضعه بالجناح لإيضاح لهم الصورة كيف يتكلم وكيف يلقي المذيع أو كيف تظهر الصورة لدى المشاهد بشكل عام. الأفلام والصور القديمة ومعدات التصوير بمختلف أنواعها تواجدت تحت سقف هذا الجناح بداخل المهرجان. هذه مكينة عرض سينمائية وصول ملك، وفيها عليها شريط وصول ملك فيصل القصيم الله يرحمه عام 1978. هذه صور تاريخية تتحدث عن التلفزيون السعودي قديما، وتضم الوزراء ومذيعين قدامى والاستديوهات القديمة. لدينا عديد من الأجهزة القديمة، أبرزها كاميرا بوليكس صنعت عام 1966، هي تعتبر أقدم كاميرا منذ تأسيس التلفزيون السعودي. الجلسة الشعبية التراثية وزاوية في ركن الجناح خصصت لكل من أراد أن يفتش عن موهبته الإعلامية ويصبح مذيعاً متمكناً. خالد التميمي، الإخبارية، الرياض.